احنا كنا من 3 أسابيع تصدينا لحملة خليها تصدي زيرو جمارك خاصة بوكالات السيارات. أنا هتكلم عن هذا الموضوع على اعتبار أن ده فعلا حدوتة مصرية لإرادة هذا الشعب العظيم. احنا بنتكلم على طول نقول شايفين في بلاد برة التجار الاحتكار غلوا السلع راحوا عملوهم مقاطعة شعبية والناس توحدت. كنا مفتقدين ده في بلدنا، كنا مفتقدين ده، وكنا بالنادي وبنصحي في الناس يا جماعة يا شعب طالب بحقك، المحتكر مش هيرحمك، الجشع مش هيرحمك. ونادينا وقلنا يا دولة لازم تشديد العقوبات على المحتكرين ولازم يكون لك دور، بس الدور الأساسي هو دور الشعب. الجميل في الحملة دي ان الشعب بدأ يبقى إيجابي وبدأ يواجه جشع التجار والمحتكرين. على فكرة مجموعة المحتكرين مش بس في السيارات، لكن للأسف في كل حاجة بتمس المواطن، أكل ودواء وأي يحتاج لبس وكل حاجة. احنا بالنادي زي ما قلت لسنوات طويلة فاتت لازم يكون في دور إيجابي للمواطن في مواجهة المحتكر، لأن دي المفروض تكون ثقافة شعب زي كل الشعوب المتحضرة والراقية في كل دول العالم. أخيرا عشنا وشفنا أول حملة إيجابية من المصريين ضد الجشع والاحتكار، حملة خليها تصدي زيرو جمارك الموجهة ضد جشع توكيلات السيارات في مصر اللي كشفت حاجات كتير، حاجات كتيرة كشفت. أهم حاجة كشفتها المبالغة الرهيبة من سعر تكلفة استيراد العربيات وسعر بيعها للمصريين. أقل عربية بتكسب 100,000 جنيه وأعلى وانت طالع. أنا بتكلم على العربيات الصغيرة بتاعت الناس من 1200 سي سي ل 1600 سي سي، ما بتكلمش على العربيات الفخمة والحاجات الكبيرة. لا، كشفت الحملة كمان إن نركب عربيات في مصر من موديلات انتهت فعليا من الشركة الأم من 2004 وبتتجمع في مصر وبتتباع لينا إنها موديلات 2019 وبتتباع بأسعار. كشفت الحملة إن في عربيات من 4 سنين معفاة تماما من الجمارك اللي هي أقل من 1200 سي سي، على الرغم من كده بتتباع أعلى من ثمنها في أي دولة في العالم بالضعف تقريبا. الحملة كشفت الوجه القبيح للوكلاء والمحتكرين وقد ايه هم قلبهم قاسي على المستهلك، كل همهم المكسب الفاجر وخلاص. حملة خليها تصدي زيرو جمارك وإرادة المصريين، مليون مصري اتحدوا في خلال أقل من 20 يوم. كشفت كمان إن اتحادات ومنظمات الأعمال في الغرف التجارية وشعب السيارات والروابط كلهم مع الوكلاء ضد المستهلك، كله طالع يدوس في المستهلك ويشكك في الأرقام ويشكك في المستندات ويهتف عزيمة الناس. كشفت الحملة إن في للأسف بعض الصحفيين في قطاع السيارات مش قادرين يميزوا بين العام والخاص، بين أمانة الكلمة والمصالح. الحملة كشفت حاجات كتير أهمها وعي المصريين وإرادتهم وإصرارهم على حقهم في الحصول على السلعة بسعر عادل بدون ظلم لحد. للأسف والغريب وعلامة الاستفهام الكبيرة إن سوق السيارات بالكامل لم يظهر منه رجل رشيد أو حكيم يتكلم بعقلانية.